السلام عليكم، صباحكم الله بالخير إخواني وخواتي. كنت دائما الواحد يسألنا عن مسيرة العمل وش التحديات اللي مرينا فيها وشو النصايح اللي نعطيها. اليوم إذا في نصيحة واحدة عنا إياها، إن هي أول سنوات العمل هي سنوات التجارب والتعلم، وهي السنوات اللي الواحد يستثمر فيها في وقته. في بداية مسيرتي المهنية كان وايد يسألوني ليش وايد تاخذين من الوقت في الدوام، ليش تستثمرين من وقتك في وفي العلم وفي تأدية مهام يمكن فوق المهام اللي مطلوبة منك. لأن هذا استثمار في الشخص. الحمد لله تعلم في الجامعة ونتخرج من الجامعة ويكون عندنا المواد المعنية في العمل اللي بنقوم فيه، ولكن هذا مشكل شيء. الخبرة والمعرفة والتجارب والأخطاء اللي نطيح فيها يمكن أول كم من سنة في العمل، والفرص اللي تطلع من أول سنوات العمل، هاي اللي تكون شخصية الشخص، وهاي هي اللي تكون مستقبل الشخص في حياته المهنية وين ما كان من الاستثمار هذا. يوم نتكلم عن استثمار، نتكلم استثمار حتى في الفرص. الفرص التي في العمل غالبا الشخص ما يكون عنده المعلومات الكافية أو يمكن المؤهلات الكافية أنه يقوم فيه، بس هذا ما يمنع أن الشخص يأخذ التحدي هذا ويتعلم منه. لنهاية اليوم إذا ما جربتوا ما بتوصلون للهدف اللي أنتوا المعنى اللي أنتوا تبون توصلونه. المناصب ليست هدف وهي مش تشريف. مناصب مسؤولية، مناصب تكليف، والمناصب أداة. أداة الواحد يقدر يقدم فيه عمله ويقدر يغير ويخدم دولته. والأهم الواحد دائما يفكر بالهدف اللي عنده إياه، وكيف يقدر يحدث التأثير والتغيير في مجتمعه، وكيف يقدر يخدم وطنه ويخدم قيادته. ها هو الهدف. الله خلقنا في هالأرض اللي نحن نعمر فيه، والله خلقنا في هذا الأرض إن نحن نستثمر وقتنا وجهودنا وعقلنا وكل اللي نحن نقدر فيه ونبذله عشان نعمر فيه. فالواحد دائما يفكر في الهدف، في شو هو التأثير الإيجابي اللي يقدر يحدثه في وطنه وفي مجتمعه وفي حياة اللي حوالينا، شو ما كانت، شو ما كان منصبه، شو ما كان وظيفته، وشو ما كان العمل اللي يشتغل فيه. وهذا دائما يذكرني في مقولة قالها الشيخ محمد بن زايد، وهو Be professionals، كونوا professionals في عملكم، أدوا بأفضل طريقة تقدرون تأدونه بأعلى معايير لهذه الوظيفة، لأن هاي هي مهمتنا نحن في دولة الإمارات، أن نبدع ونبتكر في الوظيفة اللي نحن فيها. فنهاية اليوم هذا واحد ما يقدر يبدع ويكلف عمره في الوظيفة اللي هو فيه إذا ما أحب الوظيفة هاي. وأرجع، أول سنوات العمل هي سنوات التجارب. إذا ما عجبكم المجال ترى تعلمتوا فيه ودرستوا فيه، تقدرون تطلعون منه، تقدرون تدخلون في مجالات مختلفة. يعني أنا أعرف ناس دخلوا في الطب 7-8 سنوات ولكن ما مارسوا مهنة الطب لأنه ما عجبتهم، دخلوا في مهنة ثانية، يعني دخلوا في مهنة الاستثمار وفي الفاينانس إلى آخره. ما منعهم السنوات اللي استثمروها في التعليم أنهم يدخلون في المجال اللي هم يحبونه واللي هم لهم الشغف فيه، لأن بالشغف وبالحب يي الإبداع ويي البروفيشناليزم اللي طلبه منه الشيخ محمد بن زايد. وفي النهاية الواحد عشان يتعلم لازم يكون متواضع. يمكن الكلمة اللي تكون أجرب للكلمة اللي أنا بوصفها هي كلمة باللغة الإنجليزية معناتها humility. فالتواضع مهم جدا عشان نتعلم، خاصة للي متخرجين وحديثين التخرج وفي بداية مسيرة العملية. الحمد لله احنا متعلمين في الجامعة، والحمد لله عندكم الامكانات ان تدخلون في العمل، ولكن دائما ادخلوا اي مكان تدخلون فيه. انا لليوم اي مكان ادخل فيه ابى اتعلم منه. مين ما كان في حياتي، ان كانوا فريق عملي، إن كانوا الناس اللي احتك فيهم، إن كانوا الناس اللي أمر عليهم، منكم أنتوا واحد يدخل عشان يتعلم. لأن كل إنسان، 7 مليار شخص عنده في كوكب الأرض، عنده تجارب مختلفة
وعنده حياة مختلفة، فكل واحد منكم يقدر يتعلم من الغير اللي حواليه. فمع هذا أشكركم وأحب أقولكم الله يوفقكم في مسيرتكم المهنية. أنتوا قادة اليوم شباب الإمارات، وقيادة دولة الإمارات استثمرت الشباب في اليوم وتمكين الشباب من اليوم، فأنتوا مستقبل الإمارات، ولكن أيضا أنتوا حاضر الإمارات. فالله يوفقكم وإن شاء الله نشوفكم في المناصب العليا في دولة الإمارات، تأدون وظائفكم بأفضل طريقة تقدرون تؤدونها. وشكراً.